وسهلا بكم أعزائنا متابعين ومشاهدين برنامج موسيقانا على قناة بيورا. تحدثنا في الحلقة السابقة عن العلامات الموسيقية والأزمنة الموسيقية، أما اليوم فسوف نتحدث عن موضوع آخر في الموسيقى الشرقية، ألا وهو الأجناس الموسيقية. الجنس الموسيقي كما يسميه العرب أو ما يعرف بالتتراكود هو عبارة عن بعد بالأربعة، أي يتألف من أربعة علامات موسيقية يفصل بينها ثلاثة أبعاد صوتية بمجموع يساوي البعدين والنصف لكل جنس، كما لو قلنا دوري ميفا، وكان العرب سابقا يكونون المقام من جنس واحد. ونأخذ مثالا على ذلك نشيد طلع البدر علينا، وهو من مقام عربي أصيل وهو مقام السيكا. نلاحظ في هذا النشيد أن الجمل اللحنية لم تتجاوز أربعة علامات، وهي سيكا، جهاركا، نوى، حسيني، وهما يعرف اليوم بجنس السيكا. أما اليوم فقد أصبحت المقامات تتألف من عدة أجناس وعقود. وكما نلاحظ في الجدول فإن المقام يقسم إلى قسمين، القسم الأول أو ما يسمى بالجنس الأدنى تتراكود إنفريير، والقسم الثاني أو ما يسمى بالجنس الأعلى تتراكود سوبرير. ومن ضمام القسم الأول إلى القسم الثاني يتكون لدينا ديوان لحني كامل بثمانية أصوات أي أوكتاف، وهو ما يعرف حاليا بالمقام. الأجناس الموسيقية قديما تقسم إلى ثلاثة أنواع تختلف عن بعضها البعض باختلاف المسافات الصوتية التي تفصل بين العلامات الموسيقية. النوع الأول وهو الأشهر ويسمى بالجنس القوي أو دياتونيك، وهو يتألف من بعد كامل يتبعه بعد آخر وينتهي بنصف بعد. النوع الثاني وهو الجنس اللين أو ما يعرف بميكر، ويتألف من بعد كامل يليه نصف بعد ثم بعد كامل. النوع الثالث وهو الجنس الملون كلوريه، وهو يبدأ بالنصفية ومن ثم بعد كامل يليه بعد كامل. وقد أخذ العرب قواعد ونظريات الأجناس الموسيقية من اليونان والفرس، وعلى الرغم من وجود خلافات كبيرة بين الثقافتين بسبب اللغة والتراث الفني والاختلاف في الأبعاد الصوتية بين العلامات الموسيقية، إلا أن العرب استطاعوا أن يروضوا هذه الأجناس بما يتناسب مع مقاماتهم وأبعادهم، مما أضفى على موسيقاهم طابعا خاصا تميزوا به عن بقية موسيقات العالم. لكل مقام في الموسيقى الشرقية جنس خاص به ومسافات صوتية تختلف من واحد إلى آخر، ويسمى عادة الجنس باسم المقام الذي يتبع له، كما لو قلنا جنس راست أو جنس بياتي أو جنس حجاز. وفيما يلي نعرض عليكم جدولا مفصلا للأجناس المشهورة والمعتمدة وفقا لأرقام المسافات والأبعاد المصطلح عليها في وقتنا الحاضر، والتي تشمل 1 للبعد الكامل، نصف لنصف البعد، 3/4 ثلاثة أرباع البعد، 1/4 لربع البعد، 1.5 أو 6/4 للبعد الكامل ونصف البعد. أولا لدينا جنس عجم عشيران أو جنس جهاركا، وهما جنسان متوافقان ومختلفان في درجة الارتكاز. اثنين جنس راست أو يكا، كذلك هما مشتركان ومتشابهان في الأبعاد الصوتية ومختلفان في درجة الركوز وعلامات الجنس. كما نلاحظ في جنس الراست أنه يبدأ من علامة الراست ثم الدوكا والسيكا فالجهاركا، أما اليكا فهو يبدأ من اليكا أي قرار الصول، عشيران، عراق، راست. ثلاثة جنس النهواند أو بوساليك وما يعرف أحيانا بعشاق، وهما كذلك جنسان مشتركان في الأبعاد الصوتية
ومختلفة في درجة الركوز وفي علامات الجنس. في النهاوند نلاحظ أنه يبتدئ من علامة الراس أي الدو، دوكا، كرد، جهاركا، ثم يأتي البوساليك الذي يبدأ من الدوكا أي الري ويليه بوساليك، جهاركا، نوا. أربعة، لدينا هنا جنسان من نفس النوعية مختلفان في العلامات وفي درجة الارتكاز بينهما مشتركان في الأبعاد. الجنس الأول هو النوى أثر الذي يبدأ من الراست، دوكا، كرد، حجاز. الجنس الثاني هو الحصار والذي يبدأ من الدوكا، بوساليك، جهاركا، حصار، وأبعاده 1.5 1.5. جنس البيات أبعاده 3/4 3/4 1. علاماته دوكا، سيكا، جهاركا، نوا، أي يبتدئ من علامة الدوكا ري. ستة، لدينا مجموعة من الأجناس المختلفة الأسماء والمتشابهة من حيث الأبعاد والمختلفة أيضا من حيث درجة الركوز والعلامات المكونة لكل جنس. فمثلا لدينا جنس الحجاز، حجاز كار، سوزدل، شاهيناز، شد عربان، وأوج آرا. سبعة، يأتي لدينا جنس الصبا وهو يرتكز على درجة الدوكا أي الري، وأبعاده 3/4 3/4 1/2. علاماته دوكا، سيكا، جهاركا، حجاز. ثامنا، جنس الكرد أو عجم كرد وهو مجرد اسم آخر له، وهو جنس يبدأ من درجة الدوكا ثم الكرد والجهاركة والنوى، أبعاده 0.5 1/1، وهو ما يسمى بالجنس الملون كما لاحظنا في الجدول السابق. تاسعا، جنس السيكا أو الفرحناك وهو يتألف من 3/4 1/1 هذه الأبعاد. أما بالنسبة للعلامات فالسيكا يبدأ من علامة السيكا، فالجهركة والنوى والحسيني، علامة السيكا هي المينص بيمول. أما الجنس الآخر فهو يبدأ من علامة العراق أي السينص بيمول، فالراست والدوكا والبوسليك. عاشرا، جنس العراق وهو يبدأ من درجة العراق ثم الراست والدوكا والسيكا، وأبعاده 3/4 1/3/4، ونلاحظ أنه يختلف عن جنس السيكا فقط في البعد الأخير. الحادي عشر وهو الهزام وراحة الأرواح، وهما كذلك جنسان متطابقان في الأبعاد مختلفان في درجة الركوز وفي علامات كل جنس، حيث أن الأول يبدأ من السيكا من نصف بيمول، جهاركا، نوى، حصار، والثاني يبدأ من العراق سي نصف بيمول، يليه راس، دو، دوكا، والكرد. ونلاحظ في الأمثلة السابقة وجود تشابه وتطابق كبير بين بعض الأجناس كما في حالة العجم عشيران والجهاركا والراست والياكا، على الرغم من أنها متطابقة من حيث الأبعاد.
وفي الحقيقة هذا الاختلاف في التسمية هو فقط الهدف منه هو توضيح الاختلاف في درجة الارتكاز. فمثلا الراست يبدأ من علامة الدو، واليكا يبدأ من علامة الصول. بهذا أعزائنا نكون قد ألقينا نظرة على الأجناس المشهورة في الموسيقى العربية والمتعامل بها كما قلنا سابقا. نتمنى أن نكون قد حققنا لكم قدرا كبيرا من الإفادة والمعرفة، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة، والسلام عليكم.